أتكلم لما يدخلون الفزع والهلع في قلوب الكويتيين حنا ما نسكت، لما يحاولون يوهمون الناس بأشياء إن صحت فهي كارثة فإن لم تصح فهي أيضا كارثة، وحنا نقول إن صحت إحنا مسؤولين عن دفاع المال العام والبر بقسمنا، لكن لا يخوفونكم بأن لا حد يتكلم ترى نشوه سمعته، لا حد يتكلم ترى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أفلام مهدد باغتيال، أنت محمي باللي يقومون بالاغتيالات، أنت محمي فيهم وقاعد بأحضانهم، حنا اللي معرضين لهذه الأمور، لكن لا أنت ولا غيرك بخوفنا ولا بخوف أي واحد من أعضاء مجلس الأمة. يعني بنهاية المطاف خمس دقائق تفضل. موافقين؟ موافقة. أقل الأخ الرئيس، أنا بختم بقول للشعب الكويتي إنه ما يصير فاسد يتكلم عن فساد، وما يصير واحد متلحف بشيخ فاسد يتكلم عن فساد الشيوخ، وما يصير واحد مدعوم من مؤسسات وأطراف تعريفها عند الشعب الكويتي فساد وحرامية ويتكلم عن الشرف السياسي والأخلاق. هذا منتهى العبث ومشهد سياسي لا يحتمل، لذلك لن نقف موقف المتفرج، وإذا الحكومة لم تتخذ إجراءات لكشف الحقائق للشعب الكويتي سنتخذ نحن الإجراءات التي تدفع الحكومة لكشف الحقائق للشعب الكويتي. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.